بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، اخذنا من قسم اعمال الشيطانيه، اخذنا القسم السادس على ما قسمنا، وان المؤلف رحمه الله تعالى من عادته ان يجمع الابواب في اول الكتب ثم بعد هذا يفصل. والآن بدأ بالأعمال الشيطانية، لأن من الأعمال الشيطانية ما هو كفر أكبر مخرج من الملة وهو السحر. فالساحر يكفر، وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المساجد يقتل ولا يستتاب، وتوبته علم عند الله، ويقتل من السلطان على ما تقدم. وبدأ بباب ما جاء في السحر، أراد أن يبين أن أكبر دعوة للشرك بالله تكون من السحر، لأن الساحر يريد أن يعبد الناس للشيطان، فتح الله عليه. وكان له حكمة في التربية، باب ما جاء في السحر ثم بيان شيء من أنواع السحر حتى تعرف أنواع السحر وتجتنبها، ثم بعد هذا أراد أن أبين لك من هم، من هو الساحر والعراف والمنجم والكاهن وغيره، وكيفية اتيان هؤلاء، وما حكم الاتيان. لأن بعض الناس تقدم معنا أن يظن أن الاتيان أن يأتيه فقط ويجالسه، ولا يدري أن الآن تنوعت الطرق، شراء المجلات والاتصال عبر القنوات الانترنت، مشاهدة القنوات التلفزيونية، رسائل الجوال، رسائل كلام. ثم أن السحر إذا وقع لابد أن يحل وينشر، فذكر النشرة، وناسب أن يرتب هذا الترتيب، وهذا بالحسن الترتيب. الباب الأول ذكر باب ما جاء في السحر، واستدل على أن الساحر يكفر بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الآية فيها أكثر من دليل على كفر الساحر. ثم بين أنواع السحر، ذكرنا الدرس الماضي علامات يعرف بها الساحر، من يذكرها لي؟ علامات يعرف بها الساحر، علامات والبقية بسم الله. اختل شرط من شروط جواز الرقية: العقد مع النفس، النظر في النجوم، كتابة أباجات، كلام خلاف مكلم لله ورسوله، كتاب والسنة. نعم، اختل شرط من شروط الرقية كتابة الطلاسم، كتابة أباجات وغيره. العقد مع النفس من شر النفاثات بالعقد، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. التفريق، الصرف والعطف، تخويف الناس، يأمر بأشياء مخالفة للشريعة وغيرها. طيب، يبقى معنا النشرة. النشرة على ما ذكر ابن القيم رحمه الله يحل السحر عن المسحور، وقلنا تنقسم إلى قسمين على ما ذكر ابن القيم رحمه الله: نشرة وحل بسحر، ونشرة بالرقية والدعوات والأدوية المباحة، فهذه جائزة. إذا وجدنا من يقول بحل السحر بسحر، كيف نرد عليه؟ نرد عليه بأمور: بالكتاب، أن هذا مخالف للكتاب والسنة وما عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن هذا فيه تضعيف للقرآن وتقوية للسحرة، وفيه أن التداوي بالقرآن يقين، والتداوي بالسحر مظنون، ويتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحف يبطل عمل على المسحور، لا بد أن يقرب شيء وثم يصنع له الساحر سحر ثاني، فما استفاد شيء. وقلنا يصبر وله الجنة، نعم، على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: اصبري ولك الجنة. وهذا حتى تتعلم الأمة ماذا يعني تصنع. نعم، فتح الله عليه. ثم بعد هذا أخذنا التطير، من يذكر لي الفرق بين التطير والتفاؤل؟ يذكر لي الفرق بين التطير والتفاؤل. نعم، الأول في التعريف: التطير هو لا يأتي إلا بالشر، التطير والتشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان، والتفاؤل هو الكلمة الطيبة. الثاني في الحكم:
التطير الشرك أصغر، شرك أصغر أصل فيه، وقد يصل الشرك الأكبر. أما التفاعل مستحب، مستحب. الفاعل حال الموحد، والتطير حال المشرك والمنافق. حسن ظن في الله، سوء ظن في الله، انشراح للصدر، انقباض في الصدر، ما أمضاك أردك، هذا هو التطير. والذي يجعلك لا تمضي ولا ترجع فهذا فعل، كما في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم سأل من جاء، قالوا سهل، قال سهل الله أمره، لم يتقصد أن يسميه سهل، هذا أول. ثانيا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف الصبح أصلا، سواء جاء سهل أو غيره، نعم ما جعل هذا يمضي ولا يرجع. ذكرنا علاج التطير، علاج التطير يكون بدراسة التوحيد، توكل، وأنه ما يرجع أبدا إلا لسبب شرعي أو سبب حسي، ويقول الدعاء الوارد على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا ذكرنا أقسام علم النجوم، وقلنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير والتسيير. التأثير أن يستدل بالنجوم عن الحوادث الأرضية، فإذا اعتقد أن مؤثرة بذاتها هذه الشركة أكبر، اعتقد أن سببها الأصل. تسيير وعلاماته بالنجم هم يهتدون، جهات الجهات، أوقات الزرع فصول السنة هذا جائز، وإذا كان يؤدي إلى واجب فهو واجب، كالاستدلال على جهات القبلة، فتح الله عنه. ثم أن المؤلف رحمه الله شرع في بيان القسم السابع على ما قسمنا، وهذا القسم أعمال القلوب، قد تقدم معنا شيء منه، الخوف والمحبة والتوكل. الخوف أخذنا أقسام الخوف، من يذكر لي أقسام الخوف؟ نعم نعم، خوف عبادة وتعظيم وسر صرف الغير لا شك كبر، فلا تخافون ما خافون إن كنتم مؤمنين، إنما ذلك الشيطان وخوف أولياء. خوف جبلي طبيعي لا يلام عليه العبد فخرج منها خائفا يترقب، خوف من اللصوص ومن قطاع الطريق. الثالث الخوف المؤدي للقنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق، هذا نوع الخوف. تقدم معنا كلام ابن القيم أن كل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوف. ماذا نصنع؟ أعوذ بكلمات الله التجأ واعتصم، هذا الخوف. وأخذ المحبة أن على ثلاثة أقسام، محبة في الله، محبة مع الله شرك أكبر، ومحبة في الله أو لله من أوثق على الإيمان واجب للعمل والعامل والأزمن وأمكن، أو محبة طبيعية، هذا لا يلام على العبد شرطا لا يقدم على محبة الله. ففي الباب الأول ذكر ماذا هنا في هذا القسم؟ باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جاء بباب المحبة، يحبونهم كحب الله، محبة مساوية لمحبة الله، شرك أكبر. وثنى بباب إنما ذلك الشيطان وخوفه أولياء، ناسب أنه بعد أن جاء بباب المحبة يأتي بباب الخوف، لأن السائل إلى الله لابد أن يجمع في سير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب ثاني، يجعلهما كجناحي الطائر، لأن الطائر إذا كان لديه جناح أقوى من آخر يسقط. فتسير إلى الله بين الخوف والرجاء، تنظر إلى الذنوب، إلى ذنوبك كأنها جبل يكاد يسقط عليك خائف، وعلى الرغم من هذا لا تقنط من رحمة الله، تجمع بين الخوف والرجاء. ثم ذكر أي باب؟ باب التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقدم معنا التوكل وهو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة، ثلاث أشياء، صدق وثقة وأخذ بالأسباب المشروعة، صادق وواثق أن الله سبحانه وتعالى ميسر له هذا الأمر وأخذ يأخذ بالأسباب.
التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف لغير الله، شركته، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، وما يتوكل على الله فهو حسبه. دلت هذه الآية من يتوكل على غير الله نسأل الله السلامة والعافية. خذ الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتماد على حي لكن مع نوع افتقار. مثال تسأل من أين تأكل وتعيش وتنفق على أولادك، يقول من هذا الوزير، من الدولة، من كذا. طيب لو قطع عنك النفقة، قال الله أكبر، أضيع، أموت، أتشرد أهلك، فهذا نوع افتقار، شرك أصغر. آخر طيب لو قطع عنك النفقة، يقول وفي السماء رزقك وما توعد، هؤلاء أسباب، والذي سخر هذا سخر غيره. مفهوم؟ مثال الذي تقدم، يأتيك إنسان يقول مريض وتعبان ودعوني جزاك الله خير، تقول عندي وما يهمك وترى إن شاء الله أثرها اليوم، لا، تعلق بالله، تقول أنا وأنت كلانا مفتقر إلى الله، والدعاء عباده لن كنت تترك العبادة، وأنا أدعو لك وأنت تدعو لي، وإذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء لابد أن تفتش هذا عن هذا المعنى. طيب هذا الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار. الثالث وكالة، ولا يصح إطلاقا أن تقول توكلت على فلان أبدا، عمل قلبي هذا، ولا صح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان أبدا، ثم ما يصح، تقول وكلت أي فوضت فلان، وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري له أضحية، وكل من يقيم الحدود، وكل من يقوم على الحج وغيرها. أنت الآن توكل الأخ في أن يشتري لك بعض الأشياء مثلا من المدينة وأتي بها، يصح؟ صح. لكن ما يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان إطلاقا، تقول وكلت أي فوضت فلان، ما يصح. إذن التوكل على ذات أقسام، اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه، اعتقاد أن بيد جلب المنافع دفع المضار صرف لغيره لا شك لكم. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار شرك أصغر. الثالث وكالة هي الجائزة. نعم بعد هذا، بعد هذا من الأبواب. نعم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآمن بمكر الله والقنوط برحمة الله، هذه ذكرناها فيما تقدم أن السائل الله لا بد أن نجمع في سير الله بين الخوف والرجاء لا يغلب جانب على جانب. فهمك. بعد هذا، نعم باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. تقدم معنا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله، فالقدر نازل بك لا محالة. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، هذا القسم الثالث. الآن البعض يدخل على المريض في المستشفى، يدخل على المريض تكسر، ماتت الزوجة والأولاد وانهدم المنزل وحصل، فيدخل عليه في المستشفى يقول له مسكين والله ما تستاهل، وقطعت قلبي والله أتقطع عليك ليل نهار، لكن ما بريد حي، أنت تعرف أصلا حتى هذا المستشفى هذا ليس المستشفى، والله هذا أكرمك الله مزبل، والطبيب هذا معروف ما يخرج أحد من هذا المستشفى إطلاقا، بل أنت ما تعلم خلف هذا المستشفى مقبرة، حتى هناك في باب سري يعني يدخلوا مباشرة، ولا صلاة ولا تغسيل ولا تكفين، وأمرك لله، أنا والله ما استطيع أصنع لك شيء، توصي
إذا أردت أن توصي حتى ممكن لا تدرك الوصية. هذه زيارة شركية يا شيخ. هذا كأنه يقول له تسخط اعترض مسكين. قول مسكين هذا اعتراض على قضاء قدر. ايش مسكين؟ يعني معنى هذا ان هذا ارحم به من الله. اما هذا الشيخ يدخل على هذا المريض يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا باس طهور ان شاء الله، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمه رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم، يسرد عليه الايات والاحاديث في احتساب الاجر والصبر. كيف اخرجها؟ والله المريض لا يشعر بشيء، صحيح؟ بخلاف للاول. وسيأتي معنى هذا كثير كثير في الناس، سوء الظن بالله. وهذا واقع الآن عند بعض الناس، وأنت تعرف كيف الأخبار. يعني خلاص ضعنا، تشردنا، تعبنا، كذا. دائما هناك بعض الناس دائما يتشكى ودائما متسخر، وبعض الناس دائما تسأل كيف الحال؟ الحمد لله خير. والله كنت يوم انتظر في المستشفى، وجدت طالب من الطلاب سلم علي، جلس بجانبي وأخذنا نتحدث. بعد قليل جاء ولد صغير، تقول له أنت منغول؟ منغول. تعرف هذا المنغولي ما يشبه أحد، يشبه بعضك، ما يشبه والديه اطلاقا، صحيح؟ فجاء هذا واخذوا هذا الطالب واجلسوا في حجري. قلت: من هذا؟ يعني تعرف الان لو بعض الناس تسال من هذا حتى احيانا يستحي يقول هذا ابني، صحيح؟ واقل شيء يقول: ادعي لنا اخي، ادعي لنا بس، الحمد لله الله تعبني وكذا. سألته: من هذا؟ قال: هذا؟ قلت: نعم. قال: هذا هدية من الله، هدية من الله. قال: نعم، الله سبحانه وتعالى أهدى إلي هذا الولد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سبب في دخول الجنة. والله أحب هذا الولد أكثر من أولادي كلهم، ما أنام حتى اطمئن عليه، وكذا وكذا وكذا. هذا الذي أخذناه أول فيما قد تقدم. أحوال الناس عند المصيبة: متسخط، صابر، راضي، شاكر. هذا شاكر. إخواننا شيخ الإسلام، شيخ، اسمع اسمع أنت اسمع، مو فقط تقول طريقة السلفية بالكلام كلمة تقال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدخلوه السجن، اسمع يا اخي، ادخلوه السجن. في السجن اراد ان يكتب رساله لامه. لو قال لك انت الان مسجون ظلما، وانت عالم، امام، رباني، شيخ الاسلام، انت ماذا تكتب له؟ ظلمنا واضطهدنا، صحيح؟ هذا في السجن يكتب رساله لامه: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وما زلنا في ازدياد. ولولا ما تعلم ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير. وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. إذا لو خرج إيش يقول هذا؟ ها؟ إذا خرج وفي السجن يقول: ما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات. جل مؤلفات شيخ الإسلام في السجن يكتب رسالة لإخوانه من السجن. في أول الرسالة كتب: وأما بنعمة ربك فحدث. قال هو رحمه الله، يقول المسجون من سجن عن ربه، بس هذا هو.
المسجون من سجن يا رجل هو في خارج السجن وهو مسجون صحيح والله المسجون من سجن عربي ابن القيم رحمه الله يقول قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما أدخلوه سجن القلعة أدخلوه السجن تخيل أدخلوك السجن ومعك أحد الطلاب وأنت شيخ الإسلام إيش تقول؟ يقول قال لي شيخ الإسلام عندما أدخلوه إلى سجن القلعة ونظر في أسوار القلعة أسوار عظيمة سجن قال لو ملأت هذه القلعة كنوز من ذهب وفضة لم أفي هؤلاء بحقي صنعوا لي شيء دائما أتطلع إليه الخلوة بالله دخلوا زنزانة وأغلقوا عليه الباب قال قرأ قول الله تعالى فضرب بينهم بسور باطنهم في الرحمة وظاهرهم من قبلها العذاب مسجون من سجن عن ربه بس ابن حجر عسقلاني رحمه الله خرج يوم من الأيام ابن حجر ثري غني يخرج في موكب عندما يخرج ابن حجر فخرج في الموكب في مصر واعترض الموكب يهودي يهودي متسخ تعبان فقير اعترض الموكب ووقف ابن حجر رحمه الله وقال لابن حجر قال يزعم نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كيف وأنت في هذه الأبة قل أنت في موكبك وأنا في هذا جحيمك فقال له ابن حجر على الفور قال إذا دخل المؤمن إلى الجنة ورأى ما عد الله سبحانه وتعالى له من نعيم كل نعيم في الدنيا يرى كأنه سجن وإذا دخل كافر نسأل الله السلامة والعافية إلى النار رأى كل شيء في الدنيا وإن كان كأنه جنة أسلم اليهود إخوان هذا كله هذا هو التوحيد عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير فلا يمكن يعني هذا الذي حصل ماذا في سوريا وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم واعفوا عن كثير فلا يمكن أن والله يقول هذا كلام شيخ الإسلام غير أن الإنسان يستفيد في حال الضراء أكثر من يستفيد في حال السراء صح؟ نعم أنت تعرف أناس رجعوا إلى الله الآن وبدأوا يصلوا وتركوا سب الرب وكذا 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 صار لكن هل معنى هذا أن يتمنى الإنسان مصيبة؟ لا يقول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنه لكن إذا نزل القدر صبر ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ومن رضي فله الرضا نعم بعد هذا باب ما جاء في الرياء صحيح؟ فالسلام عليك الرياء خلق ثمين صلى الله عليه وسلم من أخلاق أهل النفاق يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا حكم الرياء شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر قال ابن القيم رحمه الله الشرك الأصغر كيسير الرياء هذا معناه أن ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر ما هو علاج الرياء؟ علاج الرياء توحيد لأن العبد إذا عظم الله تعظيم الله والتوحيد لا يبالي بأحد في دين الله كائنا من كان هذا الأول علاج الرياء الثاني الدعاء
فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. يدعو. الثالث زيارة القبور. صحيح. علاج الرياء زيارة القبور. زيارة القبور صح. سبحان الله. ما علاقة زيارة القبور بالرياء؟ أسمع. اذهب إلى القبور زيارة الشرعية وانظر بعدها تذكركم الآخرة. صح. الرياء يريد الدنيا هو. إذن علاج الرياء تذكر الآخرة بزيارة القبور الزيارة الشرعية. الرابع عدم ترك العمل خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب الخوف. هذا الأخ يريد يصلي الآن، يصلي ركعتين سنة الظهر، فقال أخاف أنه ينظر إلي هذا ويدافع وأسترسل وكذا، أنا ما أصلي. ترك العمل خوفا من غير الله، وقع في الشرك. ما تترك العمل، قال أخاف أن يأتيني هنا رياء، أخرج على الغرفة صلي فيها والحمد لله. عدم ترك العمل خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب وخوفه تترك العمل. مفهوم؟ طيب. خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة من الرياء، إذا نحن من باب يوم. أشد من خوفي عليهم من فتنة الدجال، لأن فتنة الرياء فتنة خفية، نسأل الله السلامة والعافية، وفتنة الرياء فتنة ظاهرة. فتنة الرياء في كل زمن وفتنة الدجال في زمن محدد. ثم المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب. أي باب؟ من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. فتح الله عليك. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا نفس باب الرياء صح؟ اي نعم. الله أعلم أنت مخطئ أو أحد النفساك مخطئ صح؟ هذا الباب مثل باب الرياء؟ لا فرق والحمد لله. ما يخطئ الأخ؟ يخطئ بعض النساء لا يشتغل. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هو نفسه باب الرياء مكرر صح؟ سبحان الله. أوقف. كيف لا؟ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، هو باب الرياء. يا شيخ اللي أذكره أنه هذا الباب يعني يعمل عمل لأجل أمر من أمور الدنيا مثلا، ما رياء يراعي لمدح الناس. أجلس أجلس فتح الله عليك. هذا الباب إما أنه مكرر، هذا بعيد أن يكرر المؤلف رحمه الله تعالى باب من دون فائدة، أو أن هذا الباب أعم من الباب السابق، هذا محتمل. الصحيح أن هذا باب مستقل ليس له علاقة إطلاقا بباب الرياء. من يقول أنه مكرر؟ هذا ما أعرف شيء يقول الباب. هذا الباب أخطر من باب الرياء. أخطر نعم. انتبه. وقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. باب خطير جدا. وأعطيكم الآن. هذا الباب أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. معنى الباب أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. صلى بالناس لماذا؟ أريد الدنيا راح. طلب العلم لماذا؟ قال أريد مكافأة. يريد الدنيا بعمل الآخر. مثال أوضح من هذا، بعض الناس هداه الله إياه عندما يخطب سعاد، تجد هذه الأيام حتى يرجع له الخبر وقبل العقد ما شاء الله محافظ على الصلوات المفروضة في الجماعة، تعال معنا اليوم، قال أعوذ بالله أنا والله ما أصنع هذه الأمور يا أخي كذا، يؤذي فلان تسب، قال والله أبد، إلى أن عقد على سعد.
صح؟ لا صلاة ولا غير. أيام الاختبارات ترى بعض الناس أيام الاختبارات لن تأخذ نتيجة. حافظوا على الصلوات وكذا ولا تكلم ولا سمع أغاني ولا تلفاز ولا غير. تخرج النتيجة خرجت النتيجة. صحيح؟ أن يريد الدنيا بعمل الآخر. صحيح؟ هذا الباب أخطر من باب الرياء. لأنه قد يرائي في صلاة لكن عندما يصلي من أجل الراتب كل الصلاة شرك. كيف مخلص مشرك؟ نعم ما أراد وجه الله، أراد شيء دنيء وهو الدنيا. كيف يعرف؟ كيف نعرف أنه هذا يريد الدنيا ويريد الآخرة؟ ضابط واحد طبق على نفسك دائما، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وزعنا البارحة مصاحف وهذا لم يحصل لهم مصحف، قال والله هؤلاء بخلاء، والله أنا علمت من قبل أن هذه كذا وكذا وأعوذ بالله والله لن أحضر هذه الدورة أبدا. الثاني كان يسب ويشتم، أخذ مصحف أمس قال والله يا أخي والله أسأت الظن فيه. في نهاية الدورة نعم البعض يسب ويشتم والبعض قال والله يا أخي جزاه والله ما استطعت إني يعني فن أذهب بهذه الأشياء وكذا. موجود من يتخرج أحيانا من الجامعة الإسلامية ويسب ويشتم فيها، والله أنفق عليه 4 سنين أو كذا في الماجستير والدكتوراه وبعد هذا يسب ويشتم. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. همه الدنيا حتى أصبح كالعابد لها، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميل. نعم تعس وانتكس تنقلب عليه الأحوال، وإذا شيك ما يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية وهي الشوكة فلن تقش. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هم الدنيا فقط. هذا القسم الأول من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم يريد الدنيا بعمل الآخرة. لأن الناس عندنا انقسام في هذا الباب، أن يريد الدنيا بعمل الدنيا، يصح أم لا؟ أن يريد الدنيا بعمل الدنيا. هذا الأخ يعمل حداد نجار يعمل في البناء، لماذا؟ قال أريد أجمع المهر حتى تزوج سعاد، يصح؟ هذا عمل طبيعي. أن يريد الدنيا بعمل الدنيا جائز، هذا جائز الأشكال فيه. طيب هذا القسم الأول. الثاني أن يريد الآخرة بعمل الآخرة، هذا أعلى المراتب هذا. طيب أن يريد الآخرة بعمل الدنيا، يعمل حداد ونجار، لماذا؟ قال أنفق على الفقراء، مستحبها. طيب أن يريد الدنيا بعمل الآخر، يصلي حتى تقبل سعر، هذا الشيء. أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخر، يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخر، يصح. الله يفتح عليك. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن غالب همه الآخر. يعني هو يصلي ويزيد في الدعاء قليل أيام خطب سعاد، لكن هو يصلي أصلا لله فلا إشكال. مفهوم؟ نعم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، وتختار لنفسك أنت من أي قسم. قسم الأول هم الدنيا، إن أعطي راضي وإن لم يعطى سخط. اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطائك وما أخطاك لم يكن لنفسك. قال أن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. احذر أن تكون من هذا الصنف. إن رزق الله
لا يجر حس حديث ولا يرد كراهية كراهية. أتكلم القسم الثاني طوبى لعبد من الطيبات شجرة في الجنة وطيبات خرج بنفسه وبماله في أعلى ما يكون مشقة الجهاد في سبيل الله. هل يريد المناصب؟ لا. هل يريد أن يكون هو مسؤول الدورة الإمام كالقلة؟ إن كان في الحراسة كان الحرق قال اليوم أنت حارس تنظف المواعين اليوم قال أنظف تحرص قال أكون حارس. إن كان في الساقة كان في الساقة الجيش في مقدم أو قلب وميمنة وميسرة وساقة طبعا القائد يكون مقدمة هذا قالوا تكون آخر الجيش قال آخر الجيش حارس قال أكون حارس تنظف المواعين قال أنظف المواعين تنظف المسجد قال أنظف المسجد ما يريد المناصب. وأنت تعلم معلش إنه بعض الناس يحب أن يتقرب إلى بعض المشايخ قال الشيخ حبيبي أتصل عليه دائما رقم مخزن عنده الآن تريد أن تتصل عليه ويرد عليه ويكلمك أجعله أكلمك هذا في الغالب ما يستفيد من الشيخ لأنه همه دنيا أي والله إن استأذن جاء ولا استأذن لم يؤذن لأنه غير معروف أصلا لا أعرف أحد وإن دخل على ذوي السلطة لنفع الناس هو لا يسأل عن الناس لا يسأل عن الدنيا أصلا لأنه لم تطرأ له على باب ما يريد الدنيا أصلا هذا قال عنه طول وأنت تعلم أن هناك بعض الطلاب صدق يعني حضروا دورات وكذا ولا أعرفهم أحد رجعوا إلى بلادهم ونفعوا الناس وإلى يوم هذا لا يدري عنهم أحد تفعت الأمة بهم صحيح وبعض الناس تقرب إلى المشايخ وكذا ولا استفاد شيء فالعبرة بماذا بالضابط الذي ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط وهذا مشكل عند بعض الناس يصاحب هذا 10 سنين ثم هذا أفلس قال أعطني ما قال والله ما عندي الحمد لله جاءتنا تعرف ولا قال قال خبيث نطيحة متردية والله 6 سنين وأنا صابر عليه 6 سنين صابر عليه طيب 6 سنين وأنا صابر عليه إذن عيبك أنت أولا صحيح المهم راتب كيف تمشي معه هو هذا المفروض كان تأمر بالمعروف تنعمك صح أي نعم موجود موجود الله المستعان وأنا أعرف وكذا أو كان قبل 20 سنة طيب إخواننا قبل 20 سنة وتاب من المعصية الحمد لله قال قبل 20 سنة هذا أكبر مدخن وحليل وكان يصنع عند الصور وإن شاء الله أنشرها غدا في الإنترنت طيب إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط همه الدنيا هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والشقاء وانقلاب الأمور عليه ولا يفلح نسأل الله السلامة الثاني طوبى له يعني من الطيبات طيبات تعم كل طيب نعم ولله الحمد فأنت اختار لنفسك تريد الأول ولا تريد الثاني لا مانع مثلا الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة كان يأخذ من بيت المال نعم لكن هل تولى الخلافة من أجل المال؟ لا والله ما يمكن يكون هذا حال الصحابة رضي الله عنه فكيف بمن هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الصديق رضي الله عنه لا مانع لكن أنت تعرف الآن هذا يعمل مؤذن ويعطوه مكافأة فجاء له هذا وقال اسمع قطع المكافأة ودخل وقت الأذن قال له أذن
قال والله ما أذن. يرجع المكافأة أذن والله ما أذن. يا أخي تعطينا درس؟ قد تدفع؟ قال لا. قال إذن ما في درس. صح؟ إن أعطي راضي وإن لم يعطى سخط. نسأل الله السلامة. نعم. بعدها هذا الباب باب خطير جدا. هذه كلها أعمال قلوب، هذه خطيرة جدا. خوف، إن هناك من يخاف من المخلوق. محبة، هناك من يقدم محبة المخلوق على محبة الخالق. نعم. توكل، اعتماد مطلق. رياء، إشكال. إرادة المرء بعمله الدنيا أخطر وأخطر. بقي معنا الحكم بغير ما أنزل الله. يا أخوانا، إعجاب كل ذي رأي برأيه، اقتراب، إطلاق الأحكام على الأشخاص وعلى الحكام، كافر كذا، هذا ليس إليك يا أخي، هذا للعلماء. أي علماء؟ علماء ربانيين كبار العلماء. أنا أسأل سؤال. الآن جاءتك فتوى في العقيدة من هيئة كبار العلماء، تأخذ بها ولا تأخذ بها؟ ولا يعني لأنك تحسن الظن، تقول نحسبهم كذلك والله حسبنا زكاة واحد. لكن فتوى في التكفير، فتوى في كذا، تأخذها من أي أحد؟ ما يمكن. لماذا لا ترجع لهيئة كبار العلماء؟ لماذا هيئة كبار العلماء ما يكفر فلان ويبدع فلان ويكفر حكام وكذا؟ خوف من أحد؟ والله إحنا أحسبهم إنه ما يخاف إلا من الله. فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، إطلاق الأحكام على الأشخاص وعلى الحكام وتكفير المجتمعات، مسألة ظل فيها نسأل الله السلامة والعافية الخوارج. باختصار، مذهب الخوارج. الخوارج سموا بهذا الاسم لأنهم يخرجون عن إمام مسلم، خرجوا على علي رضي الله عنه. الخوارج ليس، لا يوجد للخوارج ولا أي مرجع أبد. شفت الخوارج منذ نشأة هذه الفرقة إلى يومنا هذا لا يوجد لهم مرجع كتاب، لا يوجد عندهم كتب أبد، لأنه جهال صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الثاني الخروج، أول خروج في الإسلام. من يعرف متى كان أول خروج في الإسلام؟ نعم، خروج على الرسول عليه الصلاة والسلام. ذو الخويصر خرج على النبي عليه الصلاة والسلام. اجلس. أول خروج في الإسلام من ذو الخويصر، لم يخرج بالسيف، خرج بماذا؟ خرج بلسانه. طيب، هذا ضابط عندنا. إذن الضابط الأول أنه ليس عندهم مراجع، لا علم إطلاقا عندهم. الثاني أنه لا يمكن أن يأتي خروج بسيف إلا ويسبق بخروج باللسان. لذلك الآن أصحابنا هؤلاء يعرفون، إذا جاء واحد يريد الانضمام للخوارج، مثلا هذا جاء من السعودية إلى فرقة من فرق الخوارج وجاء وأراد ينضم إليه، يقول طيب تكفر الملك فهد؟ يقول أنا في العراق الآن، ما دخلي بالملك فهد، الملك فهد في السعودية. يقول لا، تكفر نقبلك، ما تكفر نقتلك. والله أول شرط، أول شيء يفعله إذا جاء إليهم يسألوا هذا، حتى عندكم هنا، هذا أول شيء.
لماذا؟ لأنه لو خرج باللسان معنى هذا أنه يخرج بماذا؟ بالسيف. إذا هذا هو مذهب الخوارج الثاني في العصر الحاضر. ما تغير شيء. طيب إذا الثاني أنه لابد أنه قبل أن يخرج بالسيف يخرج باللسان، ولذلك عندهم أول شيء لابد تكفر الحكام. كفرت قبلوا، لم تكفر قتلوا. فنعم يا رجل السعودي يباع $250 والله الخروف أغلى منه. أي والله يباع من قبل هؤلاء بعضهم، والله يباع $250. $250 يباع. المهم الثالث ماذا قال ذو الخويصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعدل كلمة حق يراد بها باطل. إذن طريقة الخوارج كلمة حق يراد بها، يتكلم بكلام حق لكن يريد به باطل، هذه قاعدة عندهم معروفة، يتكلم بكلام حق لكن يريد به باطل. لأنه قال اعدل، سبحان الله عدل، هذا إسلام، الدين الإسلامي دين عدل. يقول اعدل لكن لمن؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وانت تعرف هذه الأدلة اللي أتوا بها أدلة صحيحة كلها يعني في الغالب، لكن أرادوا بها باطل. إذن من مذهب الخوارج أنهم يتكلموا بكلام حق لكن يريدوا به، بل أبطل الباطل. تكفير المجتمعات، تكفير الأمم. حتى واحد منهم يقول لزميله، يقول والله ما أعلم على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. حتى في الأناشيد طريقة الخوارج، اسمع معي يا رجل، أناشيد يعني برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعاشوا على دندنا دندنا. كل ما عندهم أناشيد، صح؟ والله صدق، عند الضراء عند كذا اشتسنا، كفار مكة التجوا إلى الله، هؤلاء ينشدوا في السجن وفي غيره. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمع، ما يمكن يجتمع محبة هذا ومحبة هذا، صح؟ أي نعم، هذا عندهم الآن. يعني هذا عندما يأتي العلم عندهم يعطوه صور وأناشيد، عمر مختار تفجير كذا تفجير كذا تفجير كذا، وبعض الأناشيد ماذا تبقى الجنة؟ يلا طيب عندي ذنوب عندي كذا مخدرات، ما عندك إشكال نكفنك وكذا وعملية انتحارية ومع السلامة. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يكون عليه دين، طيب ماذا تصنع فيه؟ تكفير الحكام، تكفير المجتمعات. والله في الجزائر، طبعا الجزائر عرضت هذه الفتنة، فتنة الخوارج. والله كان القائد يقول، طبعا إذا تكلم أحيانا إذا تكلم بعض الناس في المعتقد وتكفير وكذا ما يبالي أحد، لكن لو تكلم في هذه المسألة يبالي بعض الناس. والله كان يقول القائد
لمن هو يعني معه في الكتيبة وكذا، يقول اسمع اذهب واعتني بأختك. لماذا؟ حتى يزني بها كل من في الكتيبة. قال كيف أعتقد؟ قال هي سبي كافر ويذهب يأتي بها. قل اذهب واعتني برأس أبيك. والله موجود هذا، تعرفوا هذه الأيام. أنا ما أريد أن أذكر لكم شيء، لكن أنتم تعرفوا من خرج وكذا وحاصر منطقة وقال كل من في القرية هم لي، وبدأ يوزع ويصنع ويصنع ويصنع. لو جئنا على العرض يقوم الكل. العقيدة أخوان معتقد، أترك هذا. نقول لهم الآن نريد منكم شيء واحد. ما هي شروط الجهاد؟ لا يدري يا اخوان. اي عباده من العبادات معلوم هذا، اي عباده من العبادات لا يمكن ان تسمى عباده الا ولا بد لها من شروط واركان واجبات وتنتفي عنه الموانع حتى تكون عباده صحيحه. حتى الجهاد يقولوا لا، مجاهد ادخل، رافضي كذا كذا مشرك لا اشكال ادخل، المهم انك تكفر. صح، هذه الطريقه موجوده. فلا يعني معرف الاحكام الجهاد اصلا. كيف لو تساله عن كيفيه تقسيم الغنيمه، كيفيه الدخول في الربح، كيفيه الخروج من الربح، ما ادري عن هذا الشيء. ثم الان مثلا يعني الخروج إلى الجهاد، خروج إلى الجهاد الآن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج أن يعرف الحكم الشرعي ويكون عنده استعداد بدني. فهذا يخرج الجهاد في العراق. طيب مع من تقاتل؟ قال لا أدري. هل هناك راية؟ قال ما أدري. قال هو مقاتلك، ويدخل ويقع في يد الرافضة أو في يد الخوارج وينتهي. لو أنت مسافر إلى أي بلد تستعد بالعملة وتعرف أين تنزل وأين ما هو الفندق وما من أشخاص استقبلوك وأرقام وكذا، صحيح. طيب هل العراق الآن مثلا مكان للتعليم؟ لا، مجرد يدخل العراق إذا قيل مدرب يقتل وانتهى الأمر. غير هذا. المهم الآن احنا نريد ان نعرف ان هؤلاء يعني لا علم ولا حلم، وارادوا الايقاع بالشباب وتنفيذ مخططات نعم لكذا وكذا. فماذا نصنع اخواننا؟ نلتجئ الى الله، ادعو الله. هل معنى هذا ان نقول انك ما تجاهد؟ جاهد، لكن اي جهاد؟ جهاد حق، مو جهاد زور. تدعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الشهاده في سبيله. الان يا اخوان انظروا، عمر رضي الله عنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى يرزقه الشهاده. رزقها اين؟ في المدينه، في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. اخلاص يا اخي، تخلص لله، لكن خذ شهاده حق ولا تاخذ شهاده زور. اقسام الناس في طاعة العلماء والأمراء في معصية الله انقسموا إلى ثلاث أقسام، وهذا هو المهم عندنا، هو الذي أدى يعني إلى الكلام عن الخوارج وما هم عليه. الأول أن يطيعهم في ذلك راضيا بحكمهم ساخطا لحكم الله، معتقد أن حكم الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت أحسن من حكم الله. إذا اعتقد كفر ولا إشكال، كفر أكبر. نعم. الثاني أن يطيعهم في ذلك راضيا بحكم الله، معتقد أن حكم الله يجب أن يطبق، لكن قدم حكم القوانين والطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو غيرها، فهذا كفر أصغر، كفر دون كفر، على خطر عظيم وموشك الوقوع في الكفر الأكبر.
وهذا حال بعض الحكام هدانا الله إياهم، لأنه يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق. يا أخي لماذا لا تطبق؟ قال والله أخاف على الكرسي، أخاف على كذا، أخاف على كذا، أخاف على المنصب، يؤذوني، يسجنوني، كذا، أنظر ماذا صنعوا في فلان وفلان. أنا أريد أطبق، لكن حتى الناس ما أرادوا التطبيق. صح، هذا كفر أصغر، كفر دون كفر، خطر عظيم. نقول موشك، نسأل الله السلام العافية أن تقع في الشرك والكفر الأكبر. الثالث يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثالث جاهل، بعض الناس جاهل لا يدري، يطيع هؤلاء في معصية الله لأنه جاهل لا يدري، يظن أن حكم هؤلاء هو حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول الشيخ بن عثيمين يرجع إلى تفسير الجهل. إذا كان هذا الجهل ناشئ عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم، يعني تعال يا أخي تعلم، اقرأ، تعطي كتاب، قل لا أبد ما أصنع شيء ولا أتعلم، فهذا لا يعذر. وإذا كان ناشئ عن خلاف هذا، لم يفرد ولم يهمل ولم يقل مقتضي للتعلم، فهذا معذور. مرة أخرى، انقسم الناس، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الناس انقسموا في طاعة الأمراء والعلماء في معصية الله لثلاثة أقسام. الأول أن يطيعهم في ذلك راضيا بحكمهم ساخطا لحكم الله، معتقد أن حكم الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو القوانين مثل حكم الله وأحسن، فهذا كفر أكبر. الثاني أن يقدم حكم القوانين والطواغيت لهوى في نفسه مع اعتقاد أن حكم الله يجب أن يطبق، فهذا كفر أصغر، كفر دون كفر على خطر عظيم. الثالث جاهل لا يدري، فهذا يرجع إلى تفصيل الجهل. إذا كان ناشئ هذا الجهل عن تفريط وإهمال مع قيام مقتضي للتعلم فهذا لا يعذر، وإن كان ناشئ عن خلاف هذا أنه لم يفرط ولم يهمل ولم يقل مقتضي للتعلم فهذا يعذر على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعيد إن شاء الله تعالى يعني هذه المسائل بعد صلاة العصر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.